الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التأمين للدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان محل عقد التأمين. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 64 وحتى الصفحة 74. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لجين عرابي. يعرف مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين بأنه المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن، أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين. والأصل أن يتفق أطراف العقد على تحديد مبلغ التأمين، إلا أن ذلك وإن كان صحيحًا في التأمين على الأشخاص، فإنه مقيد في التأمين من الأضرار بمبدأ التعويض أو الصفة التعويضية، بحيث لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة إثراء للمؤمن. موضوع مبلغ التأمين أداء شركة التأمين. أولاً مفهومه: مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن، أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين، كموت المؤمن أو بقائه حياً بعد مدة معينة في حالة التأمين على الحياة، وكاحتراق المنزل المؤمن في حالة التأمين من الحريق، وكرجوع المتضرر على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية. فمبلغ التأمين هو التزام في ذمة شركة التأمين، وهو المقابل لقسط التأمين، وهو التزام في شركة المؤمن، وهذا نتيجة لكون عقد التأمين عقدًا ملزمًا للجانبين. وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وبين قسط التأمين، وقد رأينا أثناء بحثنا في تحديد القسط الصافي وحسابه أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين، وأنه كلما كان مبلغ التأمين كبيرًا ارتفع قسط التأمين. ونلاحظ بأن مبلغ التأمين وهو دين في ذمة شركة التأمين يكون تارة ديناً مضافاً إلى أجل غير معين، وتارة يكون ديناً احتمالياً بحسب ما إذا كان الخطر المؤمن محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه، أو كان غير محقق الوقوع. ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن هو الموت، وهو أمر محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه، فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة شركة التأمين مضافاً إلى أجل غير معين. وفي التأمين من الأضرار، سواء كان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق أم كان تأميناً من المسؤولية، يكون الخطر المؤمن وهو وقوع الحريق أو تحقق المسؤولية أمراً غير محقق الوقوع، فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن، وهو بذلك التزام شرطي نظراً لأن الخطر يعد أمراً غير محقق الوقوع في ذاته. ثانياً شكله: إن مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين هو أساساً وفي النهاية مبلغ من النقود يهدف إلى تغطية حاجة أو خطر أراد المؤمن ضمانه، وهذا الأداء هو نتيجة لضرر مالي نجم عن الكارثة، لذلك فإن أداء شركة التأمين هو أيضاً مالي، على أنه في التأمين من الأضرار وبالتحديد في حالة التأمين على الأشياء قد تلتزم شركة التأمين بإصلاح الضرر عيناً تلافياً للمبالغة في تقديرها، ولا تقوم الشركة بنفسها بالإصلاح وإنما بوساطة عملاء لها يقومون بإصلاح الضرر عيناً، كمركز لتصليح السيارات مثلاً تتعامل معه شركة التأمين، وتدفع الشركة لقاء إصلاح الأضرار عيناً لهذا المركز مبلغاً من النقود، وبذلك فإن شركة التأمين وإن كانت لا تدفع للمؤمن مبلغاً من النقود إلا أن أداءها عن الخطر المحقق تمثل في النهاية بمبلغاً من النقود، لأنها قد دفعت في النهاية إلى شخص آخر وهو من قام بالإصلاح، ويمثل ذلك بالنسبة لشركة التأمين مبلغاً من النقود خرج من صندوقها. وقد تتعهد شركة التأمين إلى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغاً من النقود بأن تقوم بالتزام آخر عرضي أو ثانوي، أي تلتزم بالقيام بعمل، ويقع ذلك عادة في التأمين من المسؤولية إذا اشترطت شركة التأمين أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن ما وسعها ذلك. ومع ذلك فإن الأمر يظل دائما في نطاق التأمين، نظرا لأن الالتزام الأساسي لشركة التأمين إنما هو تغطية المؤمن في حالة مسؤوليته، أما الالتزام الآخر فهو التزام تابع للالتزام الأصلي، ففي هذه الحالة يكون ما تعهدت به شركة التأمين هو أيضاً مبلغ من النقود فيما إذا تحققت مسؤولية المؤمن،
ويضاف إلى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن. ولكن هنا أيضًا يكون التزام الشركة الرئيس هو دفع مبلغ من النقود، ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن إلا التزامًا إضافيًا. فالشركة في جميع الأحوال تتعهد بدفع مبلغ من النقود، وهذا التعهد إما أن يكون هو التعهد الوحيد، وإما أن يكون هو التعهد الرئيسي، لأنها ستدفع مبلغ من النقود لمن يقوم بهذه المهمة من محام أو خبير. وفي هذا الصدد نتبين شكل التزام شركة التأمين من خلال تعريف عقد التأمين بالمادة 713 من القانون المدني، بأن شركة التأمين تلتزم بأن تؤدي للمؤمن أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. على أن المشرع اللبناني كان قد أوضح ذلك بشكل أفضل، فقد نصت المادة 950 موجبات على أن الضامن أي شركة التأمين يلتزم بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ، وعبارة بعض الموجبات تنصرف إلى كل ما يمكن أن يلتزم به الضامن أي شركة التأمين سواء بمبلغ من النقود أم بإصلاح الضرر أو بالقيام بأي التزام آخر يتفق عليه في عقد التأمين. تحديد مبلغ التأمين أداء شركة التأمين. يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن، إلا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فإذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن، فإن نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين على الأضرار. ألف في التأمين على الأشخاص: إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده إلا اتفاق الطرفين، فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن. وبما أن التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة أو من الإصابات أو المرض ليس له الصفة التعويضية، فإن شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأمين المتفق عليه، حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ما وقع من ضرر، وسواء كان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حال الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك، إذ نصت على أنه المبالغ التي يلتزم المؤمن شركة التأمين في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد. كما يطبق ذلك في حالة التأمين من الإصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص، حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه دون حاجة في إلزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغ 100,000 ليرة أو أكثر فيما إذا بقي حياً بعد مدة معينة، وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما إذا مات قبل انقضاء هذه المدة، فإن شركة التأمين بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لا فرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضرر الذي لحق المؤمن أو بورثته أو كان أقل من هذا الضرر أو أكثر منه، بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد أصاب المؤمن أو ورثته أو لم يكن هناك ضرر أصلاً. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مؤرثهم، بل قد يكون قد ورثوا عنه ثروة طائلة، ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ التأمين بأكمله. وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك أي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ما قد يلحق بالمؤمن من ضرر، وبالتالي فإن ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج التالية: 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة، ويكون للمؤمن أو المستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعاً عند تحقق الحادث دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة بصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال، فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف، وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً. وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط أي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد ما دام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة.
2. إذا كان التأمين تأميناً من الإصابات، وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث، فإنه بتحقق إصابته يستحق أيضاً مبلغ التأمين، وبالتالي يكون للمؤمن أو المستفيد أن يجمع بين مبلغ التأمين أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود، والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث، وذلك على أساس أن ما تدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لا يسهم في إصلاح الضرر، وبالتالي لا يفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة، كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3. ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغير المسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين إلى المؤمن أو إلى المستفيد، وبالتالي ليس لها حق الحلول، وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن شركة التأمين الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث. يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين التي دفعت للمؤمن أو المستفيد مبلغ التأمين حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه لتطالبه بما دفعت للمؤمن، وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب. هامش المادة التشريعية 2 على 131 من قانون التأمين الفرنسي: في التأمين على الأشخاص لا يمكن لشركة التأمين بعد أن دفعت مبلغ التأمين أن تحل محل المؤمن أو المستفيد في حقوقه قبل الغير المسؤول عن الكارثة. انتهى الهامش. ويبرر بعضهم ذلك بأن التأمين على الأشخاص يهدف دائماً إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة، سواء من المتسبب في الحادث ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات. هذا بالإضافة إلى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابل للقسط الذي تتسلمه من المؤمن، وهي تلتزم بأداء هذا المبلغ إما دفعة واحدة وإما على دفعات دورية، وهي بذلك تعنى بما عليها من التزام يتمثل في أداء معين. يجب أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن، ويحرم نص المادة ليس فحسب حلول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً قانونياً، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً اتفاقياً، فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن بعد وقوع الحادث المؤمن أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن لا في وثيقة التأمين ولا بعد ذلك المؤمن أن ينزل لشركة التأمين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين. ب. في التأمين من الأضرار: يختلف الأمر في التأمين من الأضرار عنه على الأشخاص، وهنالك حدود للمبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن عن وقوع الضرر المؤمن، فإذا كان هذا المبلغ محرراً على أساس الاتفاق إلا أنه يتوقف من جهة أخرى على ما يلحق بالمؤمن أو المستفيد من الأضرار، ولذلك يخضع التأمين من الأضرار لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض، فهو ذو صفة تعويضية، بحيث لا يمكن للمؤمن أو المستفيد أن يتقاضى عند وقوع الكارثة ما يزيد على الضرر مهما كانت جسامته، مع مراعاة في الوقت ذاته المبلغ المحدد بمقتضى الاتفاق. إذن يجب ألا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين القدر المتفق عليه في عقد التأمين، حتى ولو زادت الأضرار التي لحقت بالمؤمن عن هذا القدر المتفق عليه، وهذا حد مشترك بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص، على أن التأمين من الأضرار يزيد في الحدود التي يتقيد فيها مبلغ التأمين بحدين آخرين هما الصفة التعويضية أو مبدأ التعويض من جهة وقاعدة النسبية في التعويض من جهة أخرى. أولاً مبدأ التعويض الصفة التعويضية: يقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة لإثراء المؤمن، أي أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين يتوقف على الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تحقق الكارثة، ويتحدد أداء الشركة بهذا القدر حتى ولو كان مبدأ التأمين المتفق عليه يزيد عن ذلك.
فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ مليون ليرة واحتراق المنزل، فلا يستطيع المؤمن أولاً أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من مليون ليرة، وهو المبلغ المؤمن، حتى ولو كانت قيمة المنزل وقت احتراقه تزيد كثيراً على هذا المبلغ، وهذا ما يفرضه عقد التأمين. يضاف إلى ذلك حق التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة. فلو فرضنا أن قيمة المنزل قد تدنت وقت الاحتراق إلى أقل من 700,000 ليرة، فإن شركة التأمين لا تلتزم إلا بدفع هذا المبلغ لا أكثر، وهذا على الرغم من أن المبلغ المؤمن هو مليون ليرة، وأن الأقساط التي كان المؤمن يدفعها حسبت على أساس هذا المبلغ. يعود سبب ذلك إلى أن التأمين من الأضرار يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ التعويض، وبالتالي لا يصح أن يكون التأمين مصدرًا لإثراء المؤمن، فهو لا يتقاضى من شركة التأمين إلا مبلغًا يعادل قيمة الضرر الذي أصابه، وإلا فإن الزيادة تكون إثراءً لهذا المؤمن، قد يغريه أن يقدم على إحراق منزله عمدًا مع إخفاء ذلك حتى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به. وقد أكدت المادة 717 على هذه الصفة التعويضية، إذ نصت على أنه لا يلتزم المؤمن شركة التأمين في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يتجاوز في ذلك قيمة التأمين. وفكرة التعويض بقدر الضرر تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. وتترتب على هذه الصفة التعويضية نتائج مهمة، وهي: 1- إذا كانت الكارثة قد تحققت بفعل الغير، لا يحق للمؤمن أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يتحقق من دعوى المسؤولية إذا ما رفعها على هذا الغير. 2- إذا دفعت شركة التأمين مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد، حلت الشركة محله بمقدار ما دفعت في الرجوع على الغير المسؤول عن الكارثة، فالمؤمن لا يكون له حق إلا في الحصول على ما يعوضه، وإذا رجع على الشركة لا يكون له حق في الرجوع على الغير، وإنما يكون للشركة أن تحل محله في الرجوع على هذا الغير، وهذا ما نصت عليه المادة 737 من القانون المدني فيما يتعلق بالتأمين من الحريق. يحل المؤمن شركة التأمين قانوناً لما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن شركة التأمين. 3- إذا أمن شخص على منزله من الأضرار من الحريق في مثالنا السابق لدى شركات متعددة، لا يحق له أن يحصل فيها جميعاً على مبلغ يزيد على قيمة الضرر الذي لحق به، وهذا المنع ينصرف إلى حالة تعدد التأمين في آن واحد بالنسبة لشيء واحد وعن الخطر نفسه، وذلك متى كان المبلغ الإجمالي يزيد على قيمة الشيء المؤمن. تلك هي أبرز النتائج المترتبة على مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار. ثانياً، قاعدة النسبية في التعويض. إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن، وهو ما يسمى التأمين البخس، فلا يكون للمؤمن في أي حال، وبالنظر إلى الضرر الذي لحق به، إلا الحق في تعويض جزئي. فإذا كان هلاك الشيء كلياً بسبب الكارثة، فإنه يستحق مبلغ التأمين فقط، وهو بحسب هذه الفريضة لا يمثل إلا جزءاً من هذا الضرر الذي لحق بالمؤمن. فالتزام شركة التأمين هنا يتحدد بالمبلغ المتفق عليه، ويكون المؤمن مؤمناً لذاته عن الفارق بين المبلغ المتفق عليه ومقدار الضرر الذي لحق به. ففي مثالنا السابق، لنفرض أن قيمة المنزل مليون ليرة، وكان مبلغ التأمين مليون ليرة، فإن مبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين هو مليون ليرة فقط، حتى ولو كان ذلك يشكل جزءاً من الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة هلاك منزله بالحريق هلاكاً كلياً. إلا أنه إذا كان الهلاك جزئياً بسبب الحريق، أي أن مبلغ التأمين هو مليون ليرة وقيمة المنزل مليونا ليرة وهلك نصف المنزل، فهنا لا تدفع شركة التأمين مليون ليرة قيمة نصف المنزل، وإنما تطبق قاعدة النسبية في التعويض بين ما هلك من الشيء المؤمن ومبلغ التأمين، فلا يحصل المؤمن على المبلغ المتفق عليه، ولكنه يحصل على مقدار النسبة بين المبلغ المؤمن به ومقدار ما احترق من المنزل. فإذا احترق المنزل المؤمن من الحريق بمقدار النصف، استحق المؤمن نصف مبلغ التأمين، وهو في مثالنا نصف مليون ليرة. ويجب أن نشير إلى أن قاعدة النسبية بخلاف مبدأ التعويض ليست من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفها،
فيشترط المؤمن على شركة التأمين أن يتقاضى مبلغًا يعوض كل الضرر الجزئي الذي أصابه ما دام لا يزيد على مبلغ التأمين، أي يتقاضى 1,000,000 ليرة في مثالنا الأخير. وفي هذه الحالة تتقاضى شركة التأمين قسطًا أعلى. فإذا لم يرغب المؤمن بدفع قسط أعلى، ولم يرغب في الوقت ذاته أن يفاجأ وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعلى من مبلغ التأمين، فيضطر إلى الخضوع لقاعدة النسبية، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة باللجوء إلى شرط الدلالات المتغيرة على الشكل التالي: يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائيًا رفعًا أو خفضًا بحسب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلًا لقيمة الشيء بقدر الإمكان. ولإعمال قاعدة النسبية في التعويض لابد من توافر شروط ثلاثة، وهي: 1- أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير. 2- أن يكون التأمين بخسًا، أي أن يكون التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر. 3- أن يتحقق الخطر المؤمن تحققًا جزئيًا لا كليًا، ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققًا كليًا، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين، فلا يظهر وضوح عمل قاعدة النسبية، وتختفي وراء الصفة التعويضية التي تقضي بأن يحصل المؤمن على الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين، وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين. مما تقدم تبين لنا المقصود من مبلغ التأمين وكيفية تحديده في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار، وتعرضنا للصعوبات التي تواجه تحديد مبلغ التأمين سواء في حالة زيادة التأمين لتأمين بخس أو في تعدد عقود التأمين. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. يقصد بمبلغ التأمين: 1- المبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه عند تحقق الكارثة. 2- المبلغ الذي يلتزم المؤمن له بدفعه لشركة التأمين لقاء تغطية الأخطار محل العقد. 3- كافة المبالغ التي ينص عليها عقد التأمين ويلتزم أطراف العقد بدفعها. 4- قيمة الأضرار التي يتوجب على المؤمن دفعها للغير المتضرر من الكارثة. الجواب الصحيح رقم 1. نهاية الوحدة التعليمية الخامسة.